سعر ومواصفات MGZS بعد الزيادات الأخيرة. أعلنت شركة المنصور للسيارات الوكيل المحل العلامات التجارية شيفروليه وأوبل وإنجي عن زيادة أسعار سيارات MGZS موديل 2022 بقيمة بلغت 50,000 جنيه لمختلف الفئات خلال يناير. الفئة: السعر القديم، السعر الجديد STD 490 540 كومفورت 510 560 لوكسوري 530 580 القيمة بألف جنيه. مواصفات MGZS وتنتمى MGZS إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 cc ينتج قوة 123 حصان مع عزم أقصى للدوران 135 نيوتن متر متصل بناقل حركة رباع السرعات أوتوماتيك. ووفقا للبيانات المعلنة عن NG يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر. ودعمت طرازات MGZS الفئة الأولى ببعض وسائل الأمن والسلامة من بينها وسائد هوائية أمامية وفرامل مانعة للانجلاق ABS وتوزيع إلكترون للفرامل EBD وخاصية التوازن الإلكتروني ESP ونظام مراقبة ضغط الإطارات. وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها مثبت سرعة ومصابيح أمامية هالوجيني وإمكانية تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح وإمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيا ومكيف هواء مانيول وجنوط رياضية 16 بوصة كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 سماعات وبلوتوث وغيرها. وتقدم طرازات MGZS الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها وسائد هوائية جانبية ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED وحساسات ركن خلفية وقضبان سقف وزجاج كهربائي أمامي وخلفي وعجلة قيادة متعددة الوظائف جنوط رياضية 17 بوصة كما زودت ب6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات وغيرها. فيما زودت طرازات MGZS الفئة الثالثة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من أبرزها الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية وفرامل مانعة للانجلاق ABS وتوزيع إلكترون للفرامل EBD وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ونظام مراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية. ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها مثبت سرعة وإمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيا وتشغيل محرك السيارة بدون مفتاح وبلوتوث ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED وقضبان سقف وزجاج كهربائي أمامي وخلفي وعجلة قيادة متعددة الوظائف ومكيف هواء أوتوماتيك وجنوط رياضية 17 بوصة كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات وغيرها.